لأول مرة وبعد 10 أسابيع على انطلاق العملية الروسية، اعتمد أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بما فيهم روسيا مشروع بيان يعبرون فيه عن قلقهم العميق بشأن الحفاظ على الأمن والسلمي في أوكرانيا. أشكر أعضاء المجلس على كل مساهماتهم القيمة في هذا البيان وفقا للتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الأعضاء. سأعتبر أن أعضاء مجلس الأمن يوافقون على هذا البيان. البيان الذي جاء بمبادرة من المكسيك والنرويج عبر عن تأييده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعم عملية الوساطة وإيصال المساعدات وفتح الممرات الإنسانية في عدة مناطق بأوكرانيا. من المهم أن يحظى الأمين العام للأمم المتحدة بالدعم الكامل من مجلس الأمن لجهوده نحو إيجاد حل سلمي للحرب في أوكرانيا. تبذل أسرة الأمم المتحدة والشركاء الدوليون والوطنيون جهودا بطولية لدعم الشعب الأوكراني. إجماع مجلس الأمن هذا جاء بعد جلسات عديدة عقدها خلال الأسابيع الماضية فشل خلالها في اعتماد رؤية موحدة لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية. هو أول إجماع لأعضاء مجلس الأمن منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إجماع يراه مراقبون خطوة مهمة نحو حلحلة الأزمة وسط تحذيرات من الإفراط في التفاؤل. رضا بوشافرة، سكاي نيوز عربية، نيويورك.